من المطار من ساعة، اطمني. تمام يا فندم، الخطة ماشية مظبوط. سمحنا للمشتبه فيهم بالسفر وهنكون في استقبالهم لما يوصلوا. تمام يا فندم، والجزء الثاني من الخطة يا فندم بعد ما يوصلوا اسطنبول. طب اتفضل. اديني يا ابني العقيد مجدي. ايوه يا مجدي، اخبارك ايه؟ تمام تمام كده، عال قوي. مع السلامه. الله يسلمك يا فندم ويبشبش الطوبه اللي تحت رجليك. يعني يا اخويا بقالك 4 ايام محدش شاف وشك، ودلوقتي جاي تقدمني على اجازه اسبوع؟ وانا يا فندم كاتب لسعادتك ان الموضوع خطير جدا جدا وعايز تفرغ. انت ايه حكايتك معايا بالظبط؟ كل موضوع تاخد له شهر اجازه. طب ما تاخد اجازه على طول وتقعد في بيتكم. يا ريت يا هاشم بيه، يا ريت. ده يبقى حتى انت قلت ايه يا استاذ هاشم؟ انا قلت اللي انت سمعته. شوف يا هاشم، انا بشتغل عندك بقالي مده، انا مشهور بخطاط الصحفيه العظيمه، انما المره دي بقى يا سعاده البيئه انا معرض حياتي للخطر وحياه المجله كلها للتشرد عشان الخطه الصحفيه الكبيره اللي هخبطها باذن الله. خطه ايه؟ انت بتقراش جرايد ولا ايه يا بيه؟ احترم نفسك يا استاذ. قصدي يا فندم عصابه الستات دي مش في بوليس في البلد؟ طب وانت مالك يا اخي؟ يا فندم البوليس والصحافه في خدمه الشعب. بعدين سعادتك عارفني من زمان بقى. طبعا عارفك يا سيدي، مش كل مره بطلعك من اسم شكل. ان شاء الله يا فندم مش هتعب سعادتك ابدا. نفسي اصدقك ولو مره. لا صدقني، صدقني يا هاشم يا اخويا، لان الموضوع ده اللي هعمله باذن الله هيوصلنا احنا الاثنين للطرب الغفير. عملت ايه مع رئيس القسم؟ ده كان قالب الدنيا عليك. يقلب ولا ما يقلب، هو فاهم حاجه؟ الو، ايه يا فؤاد؟ انا مدحت. لا يا اخي ما بتكلمش من الفيوم ولا من اسكندريه برضو. لا يا اخي انا بتكلم الجورنال من الجريده. قول لي انت ورديتك امتى؟ بالليل. طب قابلني بعد ربع ساعه في المكان اللي احنا متفقين عليه يا اخي. اوكي، طيب مع السلامه. انت بقى ممكن اعرف بقى سيادتك كنت فين ال4 ايام دول؟ بعدين يا عفاف. هو صحيح يا فندم الموضوع خطير، بس انا شايف يعني ان احنا لازم نتعاون مع الصحافه. هو مدحت صاحبك ده شاكك في حد من وزلاء الاوتيل؟ متهيألي كده يا فندم، ولا يعني ما كانش طلب زي ده؟ بس الاوتيل هنا فيه اكتر من 500 نزيل، عايز اعرف هيراقب مين ولا مين ولا مين؟ انا عارف يا فندم، المهم يعني ان سيادتك توافق. موافق. بس ايه يا فندم؟ لو سمحت يا استاذ، في حاجه يا سيد. ايوه. الدعوه عائليه. يعني ايه عائليه؟ يعني لازم يكون مع سيادتك المدام. مدام حرمه يعني؟ ايوه. يعني شرط عليا اخش هنا لازم يبقى في ايدي حرمه. لازم. مفيش حرمه هنا يا جدعنه؟ لا. مين اللي قال الكلام الفارغ؟ دي اوامر الاداره. قانون؟ لا يا فندم، ده بروتوكول. موضه يعني؟ ايوه. يا دي الموضه وسنين الموضه. وبعدين هتضيع عليا الشغلانه عشان معيش حرمه؟ انا كنت اطمئت في مكاني. اجيب لك العربيه لازم. حتة الأرض اللي في العين اللي اتفقنا عليها، لازم أجيبها. ساعة عشان تجيب له اسمي، ساعة. ساعة طلبت سبيشال يا فندم. نشتري فيلا بقى، ما حصلتش كده. تاريخ. 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 تاريخ
انت فاهمه كويس. ما تقدرش تنسى بيت يا وحش فاهمان كويس قوي يعني. ايه ده ايه ده؟ خليني اقول معاك ايه يعني. انا مش عارف انا في الحقيقه يعني. ايه ده يا محترم ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ سبيشال يا فندم. ايه ده يا فندم؟ احنا لسه متاسفين جدا لسعاده البيت. متاسفين ايه ومتنيلين ايه بقى؟ بلاش كلام فارغ بقى. انا ما رضيتش اتنرفز، انا ممكن اقلب المحل عليهم. تقلب مين؟ مدحت. خلاص خلاص اقلب المحل. خلاص خلاص اتفضل. مدحت يا اخي اقلب المحل. محل انا عارف انك هتوديني في 60 داهيه هنا. ليه بس؟ ما انا ماشي حلو. هو قليل ادب. اعمل له ايه؟ خلاص امسك نفسك بقى. نضف نفسك كده لو سمحت. ايوه روح شوف ترابيزه 9 عايزه ايه. انا اروح 9؟ انا 9 فؤاد؟ انا اروح 9؟ خلاص ما تعيطش. بلاش 9، روح ترابيزه 13. انا 13 يا فؤاد؟ انا اروح 13؟ انت ليه بتعمل فيا كده يا حبيبي؟ انت عارف ان انا بتشقى من 9 و13. اسمع يا مدحت، انت لازم تفهم ان انا رئيسك هنا في الشغل، يعني لازم تسمع الكلام. انت فاهم ولا لا؟ ولا الاتفاق اللي بيني وبينك يبقى فركش؟ ايه رايك؟ خلاص 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 تاني. ما تزعلش. بتذلني يعني؟ فين 9 دي؟ نعم؟ فين 9؟ 9 الناحيه دي. فين 13؟ تبقى الناحيه دي. امر الله. ايوه جاي. ربنا يستر. مت. ايوه جاي. ابو زيد السحلاوي. مال الجميل واقف الان مشغول الفكر وحيران؟ مالكش دعوه. ماليش دعوه؟ ماليش دعوه ازاي؟ انا ليا دعوه. ايه بعدين بقى؟ انا بقول يعني حس ان القانون هنا والتروبوكول بتاع اللي اسمه ايه؟ نعم الكبروتول. ايه؟ الموضة يعني. الموضة بتقول ان ممنوع دخول الحرمة بلا راجل والراجل بلا حرمة. وحس ان انا راجل بلا حرمة وانت حرمة بلا راجل. فبقول يعني وبس. وبس؟ وحس ان احنا يعني لابسين اللي على الحبل وحاطين ريحة. فبقول يعني مدي. بس على شرط. إيه؟ بعد الحفله كل واحد مننا في سكه. انت في سكه وانا في سكه. كل واحد في سكه. يلا ولو ان كل السكك تودي الى سيرس. ايه سيرس دي؟ سيرس الليان بلدنا. فين دي؟ في مصر. حد ما يعرفش سيرس الليان؟ طب فين في مصر؟ مش عارف. اتفضلي. اهلا وسهلا. سنبدأ بروجرام السهرة باختيار ملكة جمال الحفلة سيادة المليونير شوكة زهني منظم الحفل. سيعلن عن الجوائز. مساء الخير وأهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. الجائزة الأولى 1000 جنيه وعقد فيلم هيتصور في أفريقيا. الثانية والثالثة هنعمل لهم رحلة لأتينا. أرجو التوفيق لكل الجميلات اللي في الحفل. جمال خرافي. ثروة. مين الدول اللي معاه ده؟ أبو زيد الزنادي أكبر تاجر سيارات نقل ومشترك في توكيل السيارات. معاه خطة الحفلة. النمرة اللي لازم نكسبها. أوامر سعادتك. جر رجليها. أجر رجليها. وأبلغ دعوتي لدخول المسابقة. عناية. بلغ
اعتزالي سيادة المليونير. بس سعادته هيزعل قوي. بيقول لك هيزعل قوي غصب عني. اصل ابو زيد دي راجل رجعي جدا. يعني ايه رجعي دي؟ مش انت هترفض يا زوزو؟ زوزو؟ زوزو حلوه زوزو دي؟ طبعا هرفض. اصحى يا ولد. طلبت السوبي يا ابني؟ ها؟ احنا تعال امشي يا طيب امشي يا ابني. اقول لك ايه؟ انا خايف الراجل ده هيزعل منك واحس انك الجماعه بتوعي يبقى هيزعل مني وهاخد صابونه في التوكير. أنا قلت أجيب نفسي عشان أوجه الدعوة لنجمة الحفلة. طبعا ده إحراج ليا بس أنا سبق واعتذرت. إذا اشتركت في المسابقة هرفع قيمة الجايزة الأولى لخمس تلاف جنيه. خمس تلاف جنيه؟ دي تمن جرار. وأنا برجو أبو زيد بيه وإحنا ناس هيبقى بينا بيزنس. بينا إيه؟ بيزنس عقود. أيوه انه يوافق على اشتراك الهانم في المسابقه. صدقني ابو زيد هو السبب. ابو ايه؟ مين ده؟ انا فتحت بقي؟ انت هتوقعني مع البيزنس؟ يا بيه انا مستعد اقول لفخامتك وللدنيا كلها وامضي. يا ناس يا خان مستعد المره دي تتسلف في المسابقه. طيب خلاص اوكي عن اذنكم. وبناء على قرار لجنة التحكيم أعلن فوز المدام كملكة لجمال الحفلة. سعدني زمان والبت ديك حبني. بحبك انت يا عم. تلاهي شكرا. مبروك خمسايا خمسايا. اهلا مبروك ابو زيد بيه. الله يبارك فيك. اهلا يا فندم. طلبت شوكة بيه شمبانيا من فضلك. طلبت يا بيه؟ عايز ايه؟ شمبانيا. خلاص ده؟ لا لسه. طيب خلاص. بق؟ لا مش ممكن. مدحت؟ انا اسف يا سعاده البيه اسف. مدحت؟ اهلا يا فندم. قول لي يا بيه مش هنخلص بقى موضوع التوكيل والبنزس؟ الله هو ابو زيد بيه مستعجل قوي كده ليه؟ انا وعدتك ووعدي عقد. كل ما هنالك ان ننظم مسابقه للشطرنج بكره هتاخد لها يوم او اتنين بالكتير وبعدها نتكلم في الشغل. مسابقة لإيه؟ للشطرنج. عارفه راجع طنك الله خير. الله إنما إيه حكاية المسابقات معاك دي يا بيه؟ أنت كيف؟ أنا بتهيألي لو ما عملتش مسابقات بتبقى خرمان. خرمان؟ عندك أنا كل شهر باخد لي كام يوم أجازة أتسلى وأسلي الناس معايا. ولا إيه رأي الهانم؟ شيء عظيم طبعًا إن الإنسان يسعد غيره زي ما بيسعد نفسه. احنا خلاص بقينا اصدقاء. يعني انتوا مش محتاجين دعوة. يا بيه مالكش دعوة. دعوة ده احنا انا الود وانت اجيب لك الكفر كله هنا واجيب امي. بس خايف امي لو شافت الرشطنج هتشور. رشطنج ابو زيد احترم نفسك احترم نفسك. ما عنديش حرمة تدخل تاني. حرمة احترم نفسك. انا اسكرومبا مؤاخذة بيه شوية
كده بس. ما تشغلش بالك انت، ليك عليا هجيب لك عالم تشجع اللعب ده زي اللي في الاستاد، ويقعدوا يقولوا حكم يا حكم، حكم يا حكم، وحكم يا حكم. اسمع اسمع افيك اللي بماكم في الامام سبيس شوكات سي با كو لي سي فون سي با فو سي با فو سي با مدام شامبي. تحيات مانستر شوكات. نفسي هموت. اديكي جيتي زحف على ايديكي. كنت فين يا بت؟ انطعي. كنت فين يا بت؟ كنت فين؟ كنت انت فاكره ان في حاجه بتستخبى علينا؟ تعالك احنا عارفين انت كنت فين دلوقتي. بحبه يا مدام، بحبه. تحبيه وطبعا هتتجوزي. وماله يا حبيبتي، الف مبروك. بس الاول ادفعي اللي عليك 20,000 جنيه وكمبيالات تحت ايدي، ولا نسيتي؟ لا، نبعتهم لحبيب القلب يدفعهم. ونقول انت مين وبتشتغلي ايه؟ قلتي ايه؟ حلوه. ادي ادي تحت امرك يا مدام. دي فرصة سعيدة قوي، أنا متشكرة جدا على السهرة الظريفة دي. فندم ده أنا مش مصدق. صحيح والله يا ناس، رب صدفة خير من 2730 ميعاد. لا، بيقولوا رب صدفة خير من 1000 ميعاد. ما هي غليت. اشمعنى كله إيه يغلب على الصدف يعني؟ بقول لك إيه؟ إيه ده؟ يعني أنت ناسي اللي اتفقنا مدة الحفلة وبس؟ يلا يلا يا أستاذ بدل ما أحرجك. انت حرجيني دي، انت حرجيني. ايه الكلام ده؟ مش بلاش فضايح. اسمعي انت، جماعتي قدام الراجل شوكت بيه ده، شوكت بيه هيعمل حفلة الشطرنج. حفلة هتقعد يومين ثلاثة، بعدها بتتم العملية، واني بقى هتني ورا العملية لحد ما اخدها. والله مش مشكلتي. مش مشكلتك ده ايه؟ انت هتفضلي جماعتي قدام الراجل ده لحد ما اخد التوكيل. ما تخربيش بيتي، تعملي معروف. وعلى فكرة يعني حجزت الأوضة اللي جنبك في الأوتيل. انت مجنون؟ مستحيل مستحيل طبعا. مستحيل ايه؟ انت بتتعبيني معاك ليه يا ستي؟ وعلى فكره انا ما بحبش استرزق في رضاني. هتخش في التوكيل وليك الربع. حضرتك مش قادر تفهم. ما تقولي ليش حضرتك؟ حد يقول لجوزه حضرتك؟ بتركب لي عصبي حضرتك دي؟ ده انت طماعه قوي. بلاش الربع، احنا هننصص. ايه؟ ننصص. انت النص واني النص. أنا والله ما أقدر أكتر من كده. أراهن على سنة من عمري، أكيد أكيد صواميل عقلك فكت. مغامرة، مجرد مغامرة. إحنا مش جايين نغير جو ونعمل مغامرة. دي مش مغامرة، دي مصيبة. تلقيها. والله أنت حيرتيني معاك يا فادي. مش أنت اللي اتأخرتي عليا وما جبتيش تذكرة الدعوة؟ اضطريت طبعا أدخل معاه. وبعدين خلاص بقى، انتهى كل شيء. أنا جاية أخرجك من حزنك على المرحوم عمي. صحتك باظت، والدكاترة قالوا لازم تغيري جو. قلت مفيش مانع، ونعيش في جو ما شفناهوش. مش نجيب لنفسنا تهمة. تهمة ايه بس؟ ما تخافيش، ابو زيد راجل طيب قوي. طيب لنفسه يا ستي، احنا مالنا بيه؟ مالنا بيه ده ايه؟ ده جوزي. انت بتهزري؟ بقولك ايه، احنا من بكرة لازم نسيب الاوتيل. يا سلام. اولا احنا دافعين هنا 10 ايام مقدم. ثانيا انا دلوقتي شركته في توكيل العربيات. ايوه، لو حد عرف من العيلة هنروح في داهية. العيلة؟ ده انا في ثواني عملت صفقة محدش في العيلة يقدر يعملها. قالوا كانوا خايفين مني انا على ثروة المرحوم بابا. طيب بقى ممكن تريحيني علشان اعرف انام وتقولي لي هنمشي بكرة؟ لا، مش همشي من هنا قبل ما امضي عقد التوكيل. اتخمدي بقى. ها؟ الله فؤاد، تاني جابك هنا؟ يا سلام، اسأل روح. شوف انت ليلت ايه امبارح؟ انا عايز اسألك سؤال واحد بس. بعدين بعدين. لا، دي ما فيهاش بعدين. مدحت، انت ناوي تستمر في الموضوع ده على طول؟ طبعا. الله، ده قضية تانية. طب احكم انت يا عفاف. واحد مليونير اخته غررت بيها عصابة تهريب الماس. رئيسة العصابة بطلة شطرنج، يعني بتلعب شطرنج. عمل مسابقة شطرنج مخصوص عشان يصطادها بيه. ايه الذكاء ده؟ ما هي ممكن ما تجيش. هو بقى متأكد من الإخبارية اللي عنده. أصلها ما بتسيبش مسابقة إلا لازم تشترك فيها. بصراحة الموضوع يستاهل. شفت؟ ده لا كلامي؟ قالت لك أخويا إيه؟ لا لا، في الطول ولا في الطحين. ما
بس اسمع على فكره، انا باذن الله لما هنشر الموضوع هنزل لك صوره في الجورنال في اول صفحه كده 2 مللي في 3 مللي بجد؟ اه واضحه كده اهو، عارف لو شاف الصوره دي احتمال قوي هيعلق مدير الاوتيل. خلاص بقى يا فؤاد، اذا كنت تقدر تساعده ساعده عشان خاطري. انا موافق بس على شرط، الجدع ده يغديني النهارده على حسابه. انت بتهددني؟ ده هغديك وهغدي اهلك كمان. اظن بيدفع. فين البضاعة يا نادية؟ غصب عني غصب عني، قلت لكم كل اللي حصل في المطار. يعني ايه الكلام ده؟ فهميني معناه ايه؟ مش بإيدي، مش بإيدي يا مدام. كان لازم أسيب الشنط، كان لازم أسيب الشنط بعد ما بدأوا يفتشوا فيها. الحمد لله أنا ما اتقبضش عليا. كانوا قبضوا عليكي في 60 داهية وجت البضاعة. أنت مش نافعة في حاجة أبدا. مهبت. أيوة يا مدام. فيليكس حالا لإسطنبول. البنات ما ترجعش غير لما ابعت لها، مفهوم؟ مفهوم يا مدام. قولي لي اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ غوري من وشي، غوري. اعصابك يا سوزي، متهيألي ان نادي عملت عين العقل، والحمد لله ان البنات ما وصلوش معاها. انت عارفه البضاعة اللي راحت دي ثمنها كام؟ طبعا عارفه، بس اللي جاي ممكن يعوض اللي راح. فريدي بقى التكشيره دي، انت ناسيه ان عندك النهارده ماتش الشطرنج؟ مش ناسيه. يعني ملكه الشطرنج هتفرجنا على ماتش كويس؟ انت من امتى اتفرجتي على ماتش وحش؟ اتفضل لازق جنبي. ايه؟ شبكة بيع عاملك نضوجي في المسابقة عشان تجيب له اخبار. يعني هعمل ايه؟ حضر النهارده تطلع بطيخ. يا عم اتحرك عشان يستأمنك وجيب لنا منه اخبار. يلا يا سيدي اسعى. اسعى. جرايه يا سالم، مفيش ولا واحدة اتقدمت لله لغاية دلوقتي. مش يمكن الإخبارية جت غلط يا فندم؟ الجامعة مهتدي ما تخطئش أبدا. فتح عينك كويس، أنا واثق إنها لازم تيجي دلوقتي أهو. يا سعادة البيت، محدش وصل لغاية دلوقتي. معلش اصبر شوية يا سيد فؤاد. دي ضحكت على اختي، على شرفي. معلش يا فندم، هدي نفسك، هدي نفسك خالص. انا هتصرف، انا هتصرف يا فندم، انا هتصرف. نعم، في حاجة؟ تحبي تشربي حاجة قبل ما تلعبي شطرنج؟ مين قال لك إن أنا بلعب شطرنج؟ صوابعك يا هانم، صوابعك بتقول أنا شطرنج. ترابيزة 26. إيه؟ ترابيزة 26 مالها؟ هيمشوا من غير ما يدفعوا الحساب. بعدين 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 صوابعك. انت بص، انت عارف حسابهم كام؟ 36 جنيه. بعدين انا ايه؟ 36 ايه؟ 36 جنيه مش هتجيب 2 ليمون، ده انتوا حراميه. هدفعهم، هدفعهم من جيبك. امسك اللي طالعين دول. اتفضل حضرتك استريح، وانا اجيب لحضرتك اللي انت عايزاه. حضرتك على فكره عينين حضرتك حلوه قوي. متشكره، بس الحاجه اللي انا عايزاها لازم اعملها بنفسي. عن اذنك. اهلا في ملكة الجمال. ميرسي على الشيك، وصلني تمام. تحت امرك يا فندم. امال كده يا ما تجهز لنا عقد التوكيل. ما انا قلت لك بعد مسابقه الشطرنج ما تخلص. على فكره انا اسف قوي يا فندم على اللي حصل امبارح. حصل ايه؟ الشمبانيا لما اتدلت على الفستان. هو انت ليه؟ هو في حاجه تضحك يا فندم؟ اصلي افتكرت شكلك ساعتها وانت فاتحه بقك كده زي العبيط. افتح.
شايف اللي انا شفته؟ جميلة قوي. قمر قمر يا عم، احنا في ايه ولا في ايه؟ دي الست الوحيدة اللي هتشترك في المسابقة لغاية دلوقتي. اخ، ده انا كنت ناسي. تفتكر تكون هي اللي احنا منتظرينها؟ صح، لازم نراقبها كويس ونحط عينيك ونحط عينيك ونحط عينيك. ايه؟ راقبها كويس ونحط عينيك ونحط عينيك. طب خلاص خلاص، قالوا لي مش فاهم حاجة. كش مالك. كسبت، غلبت، دي اسرع واحدة كسبت الدور. متهيألي ان احنا حطينا ايدينا على اول الخيط. على فكرة يا شوكة كبير، انا بلعب شطرنج كويس قوي. وحرمانا من اشتراكك في المسابقة لحد دلوقتي؟ مستنية اللعبة اما يسخن. المدام بتاعتنا اول سايز، كل يوم اكتشف فيها حاجة جديدة. اهم حاجة عندي انها بتلعب شطرنج. البنت زي القمر. ها قمر ولا عينيها؟ عينيها كلها ذكاء. لا انا انت مالك ومال عينيها بقى؟ مال عينيها، ما لازم العيبة دي اول الخيط. اول الخيط ايه؟ لا اسمع، ما اقولك انت مالكش دعوة فاتن دي خالص. فاتن مين يا ابني؟ اسمها سوزي. وانا بكلمك عن فاتن. ايه رايك في البنت؟ مش دي المشكلة، انا عايز اعرف ليه شوكة تخلى سوزي هتلعب لورا بكرة؟ هي مش كسبت خلاص؟ مش عارف، لكن على مين بكرة نعرف. تليفون عشان ايه؟ انا اسف. لا بالليلتين ثلاثة وحكسب اللعبة. الحمد لله اني لحقتك قبل المباراة ما تنتهي، لانك لازم تتغلبي. انت بتقولي ايه؟ ليه يا سالي، في ايه؟ جات اوامر بتقول ما تكسبيش المباراه. طيب طيب يا سالي، باي باي دلوقتي. مش كان يلعبوا حاجه افهم فيها؟ طاوله كشتينه اولها. اسكت اسكت، انت عارف اللي هتكسب منهم دلوقتي يبقى هي دي اللي بدور عليها شوكة بيه. وانا كمان. الوزير يا مدام. في صحتك. كش مالك، الباقية في حياتك يا مدام. حياتك الباقية يا روح، عن إذنك. أديني عرفت مين هي رئيس العصابة يا سالم، ما تغيبش عن عينيك لحظة واحدة، مفهوم؟ خسارة والله، واحدة بالجمال ده تبقى رئيس العصابة. يلا يا بنات، المدام عايزاكم.
انا مش هضيع عليكم السهره في الكلام، انا بس عايزه اطمن لان السفر ممكن يكون مفاجئ. ليه مش هنسافر بعد بكره؟ المفروض انكم تكونوا جاهزين للسفر في اي وقت، بكره بعده بعد اسبوع حسب الاوامر. يعني مدام سوزي عايزه تطمن، كل واحده فيكم هتعمل ايه بالظبط كده؟ يعني عبله مثلا هتعملي ايه؟ اول ما انزل مطار اتينا هتصل بانجلو وهروح معاه على بيريه، ومن هناك هتصل بفيفي، وانا بعد المكالمه هروح اتصل بمستر يشار عشان يحضر البضاعه ويحدد ميعاد السفر. وميرفت؟ انا عليا بصاحب المحل اللي هرقص فيه في اسطنبول، وخليه يطمن لي خالص، لان اخوه هو نفسه صاحب المركب اللي هتنقل البضاعه توديها اليونان. وانت يا زيزي؟ انا بقى عليا القبطان ذات نفسه، هنسيه اسمه. هند؟ انا بقى شغلتي سهل، المطلوب مني في اليونان اني اخلي انجل يقع في حبي عشان المسائل تمشي. يا خوفي لا تقعي انت في حب. واضح دلوقتي انكم عارفين شغلكم كويس، بس في عصابه تانية تهمها اي غلطه من اي واحده فيكم عشان يكشفونا. مفيش قلب، مفيش حب، البضاعه تتسلم وبس. مفهوم؟ مفهوم. اتفضل. مالها البت دي؟ معرفش. طب تعالى. مالك يا رجاء؟ تفكري في ايه؟ فلام. فزي قومي كلمي المدام. وشايله الهم ليه؟ امي عيانه، السلفه اللي انا خدتها ما كفتش، عايزه اسولف 500 جنيه. حبيبتي حقك وخدتيه، وانا بدفع مقدم مش زي غيري. سافري واشتغلي واكسبي، اصرفي عليها من شقاكي مش من جيوب الناس. انا عايز المبلغ يا مدام قبل ما اسافر. انسانيه؟ انت ما سمعتيش عن الانسانيه؟ اللي يمشي في سكتنا رجاء مالوش في الانسانيه. بس انا بقى امي هتموت. لا حول الله، كلنا هنموت يا حبيبتي. مجرمه 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 مجرمه. اعتذري للمدام كده. طب انا بقى هخليكي تعتذري لها راكع على رجليكي. سالي البنت بتاعت الشطرنج. نوره مش عايزاها تضيع من ايدينا، حلوه وباين عليها ذكيه. الموضوع ده في رقبتي انا، وانا اللي هخلصها. اتعرف عليها؟ لا، تعرفي على جوزها الاول. ابو زيد هو الطعم اللي هيوصلنا ليها. انا حظي من السما، برج السعد اتفتح لي وقترت على ساعتك. مالك؟ زورت من امبارح وانا بدور على المدام عشان ابارك لها على مسابقه الشطرنج. عقبالك ان شاء الله. عقبالي في حاجات كتير قوي بحسدها عليها، اولها سعادتك. تكلمين هنا حضرتك؟ طبعا. زوج محترم وظريف وجذاب. كذاب؟ لا جذاب. انا جذاب؟ ده شكل واحد جذاب. والله انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. هنتكلم كتير قوي، بس لو سعادتك توافق. طب ما تيجي نبتدي من دلوقت. ايوه. المدام وصلت. اهلا مدام نور. اهلا وسهلا. على فكره
انا سمعت عنك كتير ومعجبه جدا بلعبه الشطرنج. ميرسي قوي. احب اننا نكون اصدقاء. سالي تشرفنا. انا عازماكي بكره على النادي. والله للاسف بكره انا بكره ما عندناش حاجه خالص فاضيين. عزومتك مقبوله متشكرين قوي يا مدام ساعي. اتفقنا. للعلم الدعوه للمدام بس. هي نوره لسه ما نزلتش؟ لا لسه ما نزلتش. تفتكر ابو زيد ده متجوزها بصحيح؟ طبعا. خساره بنت زي القمر. شغال رئيس العصابه ومتجوزها كمان. اصل ابو لو رئيس العصابه الواحد يستناها ما تطلع من السجن لان متجوزها. جرى لك ايه يا روح؟ يا سناره غمزت ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ احنا لازم نفتح عينينا كويس، ها؟ عايزك تراقبها تشوف بتشتغل مين بيشتغل معاها، مين بيتصل بيها. ما تطلعنيش عيل قدام رئيس تحرير، ها؟ انا اروح اتصل بعفيف اعرف ايه الاخبار، ها؟ غسلت دول كويس؟ غسلتهم. وسخهم تاني. طيب. ايه الغل اللي انا فيه دوت؟ وانا كنت بشتغل مخبر. على فكرة لون فستانك، لون فستانك حلو قوي قوي. ويا ترى بقى قلت الكلمة دي لكام واحدة قبلي؟ أنا؟ تعدمين يا تونة معقولة؟ وعلى فكرة كمان تسريحة شعرك يا تونة تجنن، جنان جنان. والله يبان عليك أنت اللي جنان. يا خوف اللي تطلعي أنت كمان من العصابة. عايزة ايه؟ عايزة مني ايه؟ سمولي عايزة اشوف ام العيادة. هتشوفيها يا رجاء بس مش بالطريقة دي. عشان خاطري نادية، عشان خاطري اشوفها اشوفها وارجعها على طول. طيب ويرضيكي انا اروح في 60 داهية علشانك؟ اطمني يا رجاء هتشوفيها. امتى؟ امتى؟ اوعدك يا رجاء اوعدك اول ما المدام توصل هتروحي تشوفيها. الهاني بتطلب حاجه؟ اتنين قهوه مظبوطه من فضلك. حاضر. من فضلك يا بكر. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ تساليني انا؟ ايوه. مش انت اللي شفتيني؟ يبقى سالي نفسك حكم. متاسفه. انا متاكده ان انا شفته قبل كده بس ما كانش جرسون. امال كان ايه؟ مش عارفه. نفسي نفسي افتكر. البرتقال. ميرسي. ميرسي يا فيفي. أي أمر تاني؟ ميرسي اتفضلي. ها يا سالي العملية قربت والباسبورتات جهزت والتذاكر كله تمام. المهم عندي نورة مش عايزاها تفلت من إيدينا. فعلا اللون ده ما عندناش منه. ماشي من بكرة نبدأ الهجوم. أتاري النادي نور. فاتم بنور بوجودكم. سعيدة. أهلا. أهلا. أهلا يا سهل. أهلا. أهلا. مدام سوزي صديق. طبعا تعرفوا بعض. معقولة أنسى اللي غلبتني؟ لا لا بحاجة وصداقة حاجة تانية. أجيب لكم فاتن من دعم. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. أنا سعيد أوي إن إحنا تقابلنا النهاردة. ده أنا كمان. وهتكونوا أسعد لما تتعرفوا على بعض. أبو زيد دي عايزاك في موضوع شغل. ده بعد إذن المدام. مدام مالهاش دعوة بالشغل، الشغل شغل. على اذنكم ثواني. اتفضل. الوقت بيمر يا سالم، الوقت بقى ضدنا، اصحابها عمالين يكتروا، بعد كده مش هنعرف نستفرد بيها. شوكت بيه، ما تنساش ان السرعه مش في صالحنا، دي ست ذكيه وحريصه جدا ويمكن تكشفنا. يا سالم انا جاي لغرض ولازم احققه. بص شايف اهي داخله في شغلانه جديده اهي. ده انت على كده بقى سافرتي كتير. انا سافرت مع الدجا الله يرحمه كتير قوي. سافرت مع لندن وباريس وجنيف ومدريد. ايه
واحدة يا مدام. بيبي سمعت انك اكبر تاجر سيارات في البلد ونفسها تشتري منك عربية اخر موديل. سيارات بس؟ سيارات وموتوسيكلات وجرارات. هو حضرتك بتبيع جرارات؟ وكل انواع قطع غيار السيارات. كل يومين ثلاثة ان شاء الله ونمضي عقد التوكيل مع شوكة بيه وكله يبقى تمام التمام. ده يعني مش جرسون؟ جرسون ده ايه؟ معقولة مدام؟ طيب يا ستي ميرسي قوي. الله، الناس ما جابتش الطلبات لحد دلوقتي، اللي بيحتقروني ليه؟ انت يا ولد ابني ايه؟ مدام نوره تليفون. اوكي انا اسمك. متاخرش يا قمر. معقوله ابو زيد بيت كله قاعد لوحده؟ اعمل ايه طول عمري عايش لوحدي؟ مدام كلكم طنشين ومديني الطرشه واستماره سكسه، اعمل ايه؟ اقعد مع مين؟ مع المدام. مدام؟ اه ايوه، بس انا اصل زياده الخير خيرين. نعم. لا يعني قصدي اقول لحضرتك ان عيني مالها؟ لما احب اشوف بشوف تاني يعني. القهوه لسعادتك والليمون لسعادتك. شكرين يا اخوي. ايه بتبص له كده ليه؟ ايه في ايه ده؟ يعني احسن مني في ايه؟ ابدا مفيش حاجه. امال ايه يعني؟ عشان شعره مسبسب ومسلوع؟ ده حاجه دي. ما هو ما هو يا سيدي صدقني مفيش اي حاجه من اللي بتقول عليها دي. انت نزلت الطلبات؟ تعمل لك ايه ده، انت قاعد تتلكع والراجل لسانه طويل. يا اخي انا قاصد ان انا منزلهاش. قاصد؟ اسمع سالم سكرتير شوكه بيه خلاني بحضر المشروب وسقط في الكوبايه حاجه. سقط حاجه؟ اه، وجايز يكون سم عشان يخلصوا من اللي اسمها نوره دي. لازم ما تشربوش، احنا ممكن يا بني ادم نكون بنشترك في جريمه قتل. اسمع كان حواديها ده مدام. فستانك يجنن يا حياتي. ميرسي قوي. اتفضلي. لا مؤاخذه يا فندم، ارجوك ما تشربيش الليمون ده لو سمحت. انت تاني ده شيء سخيف جدا. انا جايب لحضرتك ليمون بدل الليمون اللي معاكي. جريب انت بتعصبني ليه؟ انا بشوفك بيجيني ارتكاريا يا ابني. ابني ادي الليمون لبدل وزي ويمشي. لا اصل الليمون ده للهانم بدل الليمون اللي في ايدها. تسمحي تديني الكوبايه؟ لا طبعا، ده تصرف شاذ، ده لازم تتحاسب عليه. اصل الليمون ده مش معمول كويس. طب ما كنت حاسبني انا اشربه ليه؟ اصل ما كنت لسه ما عرفتش. ما عرفتش ايه؟ انتوا هتتعبوا قلبي ليه؟ لا مؤاخذه وريني دي اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ ما نمتش طول الليل. فلت مننا المرة دي، لكن المرة الجاية مش هيفلت أبدا. كون الجرسون اللي اسمه مدحت ده يكسر كوباية الليمون أكيد يعرف إن فيها حاجة. أنا ملاحظ إنه صاحب فؤاد اللي بيشتغل هنا في الأوتيل. مجرد جرسون لا طلع ولا نزل. وليه ما يكونش من الحصاء جايب معاه واحد نادرجي في الأوتيل؟ أصل سيادتك إنه أيوه أقصد الجرسون ده ملاني شك من ناحيته. يبقى عشان كده ما نمتش طول الليل. ليه ما يكونش من رجالة العصابة بتاعت الهانم؟ آه انا من امبارح وانا عمال افكر، لما نوره جت تشرب الليمون اخده من ايدها ورماه، يبقى اكيد الليمون في حاجه. سوزي اذا كنت شاكه فيه نبعده عن طريق نحسن. مش سوزي اللي تهرب، ده احنا لسه في اول اللعب. بصراحه هو شاب لذيذ قوي. سالي احنا هنخرف ولا ايه؟ اهو كلام بنضيع بيه وقت. بصي بصي هناك بسرعه، مش مضيع وقته، محل عليها بكل قوته. يا خوفي لا تكون هي سبب وقعنا معاها. حصر مهتدي عليها زي ما حصرته على الخطه اللي فاتت. اهلا اهلا، بقالي ساعه بدور عليكم. اطعم ست شفتها في حياتي. نفسي تدي للرجاله درس في الكلام الحلو ده. هب بس الحلو للحلو يا قطه. طبعا اذنكم اسيبكم بقى تتكلموا شويه. اتفضل. اه بالحق، انا جبت لك كشف باسماء البنات اللي من طرفي وعايزين يطلعوا. عظيم. هايل. فيفي فيفي يا فيفي 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 يا فيفي. ما سبتيش رجاء. ايه مالك متصربعه على ايه؟ كانت هنا من شويه، يمكن تكون في اوضتها. لا مش في اوضتها ولا في اي اوضه جوه الفيلا. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عزه يا عزه عزه عزه. ايوه يا ناديه في حاجه؟ ما سبتيش رجاء. اعتقد اني شفتها ماشيه هناك ناحيه سور الجنينه. سور الجنينه دي تبقى عمالتها. يا وقعتك السودا يا رجاء، يا وقعتك السودا.
عاوز افهم انا بقى، فيها ايه اما تزور امها العيانه؟ لا ما فيهاش الحمد لله، انا مقطوعه من شجره. الو، ايوه يا نادي. موجوده. ايه؟ لا هقول لها. لا ما تزعجيش نفسك، مع السلامه. اللي بيخلي نادي تتصل دلوقتي؟ رجاء خرجت من غير استئذان، اذا راحت تشوف امها. البنت دي مش ناويه تجيبها البر. ما تزعجيش نفسك، اطمني. هي هتروح فين يعني؟ تلعبي دور شطرنج؟ العب. لو سمحت تبعت ازازه ويسكي اوضه 317 مع الجرسون فؤاد. لا لازم هو، اصل له حساب عندي ولازم اديهول. ميرسي. انا خصوصا متاكده ان مدحت من رجاله مهتدي، بس وافقت على لعبه فؤاد دي علشان انت تتاكدي. لو فؤاد يعرف اي حاجه عن مدحت هخليه يسمعها لك بنفسه. ده انا سالي برضه يا مدام. ادخل. حضرتك طالبه ازازه ويسكي؟ دي حجه. حجه؟ ايه هي طالباك انت؟ هي مين؟ مدام سوزي. سوزي مين؟ الله، انت مش عارفني ولا ايه؟ معقولة؟ عارف حضرتك طبعا، بس أنا مش مصدق وداني يعني. أنا مش حكي لك قد إيه فؤاد ظريف ولطيف يا سوزي. بقول لك إيه؟ نعم. تاخد كاس. أنا متأسف قوي، أصلي ما بشربش ولا بشتغل. طب وإذا قلت لك تشرب عشان خاطري؟ نعم. عشان خاطري. هشرب طبعا. أنا مش قايلة لك إن أنا نفسي أسهر مع فؤاد الليلة، بس إلا إذا هو رفض. أرفض ليه؟ هو أنا اتجننت في نافوخي؟ على شرط. اشرطي. عايز اسالك سؤال واحد بس، بس تجاوبني بصراحة. مية سؤال تحت امرك. مدحت جرسون؟ لا ليه؟ امال بيشتغل ايه؟ بيشتغل حاجات كتير قوي. هو مش حضرتك قلتي برضو انه سؤال واحد؟ خلاص يا سالي كفاية كده. هسيبكم بقى لوحدكم شوية. باي باي. باي باي يا فندم. باي باي ورحمة الله وبركاته. باي باي. أنا مش قلت لك بقى على كل حاجة ما تجيلي بوسة بقى. أنا مش عايزة أسافر. أبوس إيدك، أبوس رجلك.
يا روحي، جايلي قبل السفر بيوم تقولي لي مش عايزه اسافر، واللي اتصرف عليكي. انا كنت عايزه اسافر، بس الكلام ده كان عشان خاطر امي. دلوقتي خلاص امي ماتت، اسافر عشان مين؟ كان عشان فلوسك. مش عايزاها، مش عايزاها. يا حنينة، وماله يا روحي؟ ادفعي اللي عليكي وانا ما صفركيش. ادفع ادفع. 1000 جنيه مقدم عقد، 5000 جنيه شيكات من غير رصيد. بس انت عارفه كويس قوي انا جرالي ايه في تركيا عشان خاطر اسدد لك جزء صغير من الدين ده. وماله يا حبيبتي؟ اتصرفي وانتي قصر. وبعدين انتي عارفة كويس قوي ان شغلك بينتهي بعد ما بتسلمي البضاعة، وعارفة كمان ان يعني نسبتك ما تغطيش ديونك. مش هدفع ومش هسافر. يبقى تنضربي وتاخدي على دماغك، وان ما كانش عاجبك تبقى الشيكات تروح النيابة. مفهوم؟ مفهوم يا حلوة. ربنا على الظالم والمفتري. يا ظالمة يا مفترية. نادية نادية. أوامر المدام. جهزي نفسك، عايزاكي في مشوار. تسليم ولا استلام؟ لا ده ولا ده. حاجة من إياها؟ ولا ده. شوفي هند وفيفي فين واطلعوا لي فوق، هقول لكم تعملوا إيه. أوكي يا مدام. أنت شايف اللي أنا شايفه؟ أنا شايف حبة أكتر كمان. ايه لسه ما حرمتش؟ ممكن تاخدونا في سكتكم احسن، عربيتنا وقفت. ده اذا كان ممكن. الا ممكن، ده ممكن قوي، ده احنا ناخدكم انتوا والعربيه. صباح الفل. ولا انت خايف من العلقه؟ خايف ايه بقى؟ ده دول الدواء بتاعي يا حبيبي. اتفضلوا اتفضلوا. حد سرق بنطلوناتكم ولا ايه؟ نارك فل، اديها جامد. اطلع اطلع وطوبس. ايه ده؟ انا مش شايف اي بيت. احنا كده اخوانا. هو هو هو. طب انزلوا انا اوريه لكم، بس الدنيا ضلمة شوية. طبعا لازم ننزل، ده ما كانش عاري ويجنن. هنا بقى محدش يزعجنا خالص. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ مالكش دعوه بالبت السمباتيك اللي في النص دي. ها؟ هي فيهم واحده سمباتيك؟ اللي في النص دي. دي سمباتيك؟ طبعا. احنا معانا للصبح بقى. طب يلا بينا بقى. مش شايف غير سواد وكحل. وسواد عينيك الطعمين يا فل انت. طب مش تقلع الاول؟ ايه ده كده في السقعه دي؟ لا النضاره. الله الله الله، جري يا نوح كده، تقع على الارض على طول، هتكسفنا يا راجل. انا ما اعرفش يحضن، تعرف انت تحضن؟ طبعا الحضن عاده بتبتدي من ان Thank you.
انت كده عايزه تتضربي بقى. اوصلكم يا حسن مش عايزه تضربي. اضربي بقى يا ستوري. اشوف في ايه. فيك ونفسك في هواك. بالعكس، طول عمري زي الكتاب المفتوح. من خيبتي مش عارفه اقراها. البس نظاره. عملت له نظاره مخصوص وبرضه مش عارف. مدام نوره، يا ريت نتكلم بشويه وضوح. في الشطرنج استاذه، في السباحه استاذه، وفي حاجات تانيه بيتعمل حسابك يا نوره. شوكت دي فهمني غلط. انا احب اضحك، اتسلى، اضيع وقت، لكن في حدود، وحدود انا عارفاها كويس. نورا مش من البنات اللي يغريهم السفر او الطمع في الفلوس. انا ورثه ثروه يا شوكت بيه ما يحلمش بيها ناس كتير قوي. عن اذنك. مفيش فايده. سالم اومر. بطلي ضحك بقى عفايه، بطلي المساء ده بجد. اكيد نورا عرفت ان انا براقبها، واكيد هي اللي بعتت البنات بتوعها ورايا عشان يخلصوا مني. يخلصوا منك لوحدك والمسكين اللي كان معاك. قوليله الله تاني جابك دلوقتي. تصور يا مدحت، اروح لغايه الاوتيل الاقي العربيه واقفه قدام باب الاوتيل. يا ولاد الابال سهل، دول اكيد عارفين كل حاجه عننا. طبعا يا سمدح، ما انت ليه النهار لازق للستات. لازق ايه؟ ده تفكير حريمي ده. على فكره انا شايف ان فاتن عرفت حاجات كتير عني منك، صح؟ ايه بقى الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو كمان البنت بتحبني وعرفت اتكلم معاها كلمتين، يبقى عرفت حاجات كتير قوي عنك؟ ثم انت ناسي يا استاذ ان بسببك اتضربت علقتين سخنين؟ ولسه الثالثه. لسه الثالثه. اتفضل اتفضل معايا دلوقتي، عايزك توصلني مشوار مهم قوي. كمان هوصلك. يلا. على فين يا سمدح؟ بعدين بعدين يا ستي. بعدين امتى يعني؟ بعدين بعدين بعدين، يعني هجيب منين؟ يظهر مش هيجيبها لبر الا لما يروح فيها. هو انت؟ ايوه انا. بتعمل ايه بقى؟ زي ما انت شايف اخبار الجرنال. تزعلت ولا ايه؟ ابدا، هزعل منك ايه؟ احسن شويه بعد كده. ممكن نقعد مع بعض شويه؟ اوي اوي. عايزه اطلب منك خدمه بس ما تكسفنيش. لا انا تحت امرك. اصل استلمت عربيتي امبارح وعايزاك تعلمني السواقه، ممكن ولا لا؟ مفيش لا. تحب دلوقتي؟ يلا بينا. لا لا مش دلوقتي، لما اشوفك في الاوتيل بالليل هبقول لك على الميعاد. اوكي اوكي. باي باي. باي. حياتك الله. انسه نورا. يا اهلا يا اهلا يا مرحبا. لا انت ايه حكايتك؟ ايه اللي جابك هنا؟ ولا حاجه، انا جيت عشان تشوفيني وتطمني على صحتي. ولا حاجة. بس احب اقول لك ان انا مش ساهل، مش عشان انت بنت حلوة وزي القمر وعندك بنات يقرقشوا الزلط وما خاف منك. لا طب استاهل وانا عندي بنات؟ ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ اللي بقوله ده تخريف؟ اه طبعا تخريف، وقلة ادب كمان. لا طولة لسان مش عاوز. انا بقولك اهو، كفاية اللي شفته منك امبارح. يا سلام، وكفاية اللي انا شفته منك النهارده يا روميو النادي.
الله، انت عرفتي بقى ولا حد قال لك؟ اخدت من وقت كتير قوي عن اذنك. سلام. لو ما كنتش رئيسة عصابة ومتجوزة كمان كان علينا ايه الغلب اللي احنا فيه ده؟ اوف، انا عايز اعرف. احنا جايين نتفسح ونلعب، تفرقينا وتغرقيني الغرقة السودا دي؟ شوكت بيتكلم معايا كلام غريب قوي، انا حاسه ان له معنى. شوكت ده اكيد بيرسم على حاجه يا فادي. راجل كبير، لا بنت صغيره عينيه زغت عليها. مش بس كده، طب بلاش شوكت. سوزي كانت واقفه النهارده مع مدحت، ومدحت دايما الاقيه يعني واخد باله مني. مين سوزي ومين مدحت؟ انت ايه حكايتك مع مدحت؟ في الحقيقه مش عارف. بتنش، انا عارفاك اكتر من نفسك. قصدك يعني عشان عشان انت فعلا معجبه بيه، وكل اللي منعك ان هو جرسون. وايه يعني جرسون؟ شغلانه شريفه. يا حبيبي، تعرف يا فاتن انا مين اللي صعبان عليا؟ ابو زيد. طبعا في الفلوس هيجنني، بيعمل اي حاجه عشان يرضي شوكت. وشوكت بيحب القمر، ويا ترى القمر بيحب مين؟ انا عايز اعرف الحقيقه. ايوه لازم اعرف الحقيقه، وهبتدي بشوكت. زي ما وديت مدحت اللوكاندا لازم تخرجوا منها. يا ست راس والف جزمه قديمه، لازم يستمر في الموضوع للنهايه. اللي في الجرنان ابتدوا يقلقوا من غيابه. ليه بس؟ هو مش المفروض انه في شغل؟ انا حاسه ان المساله بقت غير كده. نورا يا فؤاد، مدحت بتكلم عن نورا بطريقه احسها انا. واحده صاحبتنا ابتدت تغير. مدحت يا فؤاد عمره ما حس بيا ولا هيحس بيا. الحب من غير امل اسمى معاني غرام. ايه يا استاذ؟ مش المفروض انك تسلم ولا ايه؟ بعدين بعدين، وسيبني دلوقتي احسن. انا خلاص هطق. ليه يا استاذ؟ جاي منين تعبان قوي كده؟ بعدين بعدين يا اخوانا، احنا لازم نفكر بهدوء دلوقتي، نركز ونفكر. ايه؟ ده الكشف اللي اداته نورا لسوزي. اللي انت اللي هفتز الحراميه؟ انا رجعت اسامي البنات اللي فيه، اغلبهم كلهم بنات عائلات. دي جريمه في حق المجتمع التغرير ببنات زي دول. انا خلاص قررت اقابل اهاليهم، اهل اهل. ايوه يا استاذ، بس انت كده هتحرج نفسك معاهم، لانك ما عندكش اي دليل ضدهم. معلش، قريب قوي هيبقى الدليل في جيبي. امتى بقى يا استاذ؟ امتى؟ ايوه امتى بقى يا استاذ؟ امتى؟ هقول لكم. ممكن نتكلم بقى؟ نتكلم. انا طلبت اقابلك، وعلى فكره ابو زيد ما يعرفش. نقول؟ لا 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 لا، انا خلاص قررت اقبل العرض بتاعك. رائع. وعشان اقدم لك حسن نيتي، عندي لوت هيتصدر مكسبه مضمون، ممكن يكون بدايه الشركه بينا. انا عندي شركه استيراد وتصدير ورثتها عن بابي، وممكن حضرتك تديرها. وايه اللي غير تفكيرك كده فجاه؟ ولا ليك نيه تانيه؟ للمره الاخيره بحذرك، انا مش سهل. وعشان كده بطلب اشاركك. وانا بتمنى الشرف ده من زمان، بس بس ايه؟ سالم عطيه. انا عايز اعرف ايه اللي بيجري من ورا ظهري ده. وانا بالنسبه لك ايه؟ خرنج مقطف مش مالحين سيادتك؟ ايه المناسبه؟ ازاي حالك تخرجي من غير اذن جوزك؟ احنا هنكذب الكذبه ونصدقها؟ انت مراتي قدام كل الناس. ده ما يبررش ان انت تكلمني بالطريقه دي. غصب عني غصب عني. بغير بتغير؟ ايوه بغير. حس بقى، القلب له احكام. ابو زين، انا بحبك انت يا نوره. طب وسوزي وسادي؟ سوزو ايه العالم السكة الاسكارتة دي؟ حد في الدنيا يحب واحدة اسمها سوزي؟ سوزي ايه؟ حس بيا، حس بيا مرة، حرام عليكي. ده انا قلبي ما بيدقش الا باسمك. اسمعي بصي، اهو نورة نورة نورة. لعلمك بقى، شوكت دي دلوقتي بقى شريكي في الشغل عن اذنك. شوكت بقى شريكك؟ الله، يا انت يا شوكت. ايوه يا ستي، انا طالب اسكندريه. ايوه يا سالم، انا شوكت. اديني عنوان عطيه.
ما تعرفوش يعني ايه؟ اديني العنوان اللي بيوصلك ليه. معاك في اسكندريه؟ اسمع، الاتفاق ده مش لازم يتم. ايوه رجعت فيه. ايوه اتفقت معاها هي. اسمع، انتوا لازم تيجوا حالا. اسطنبول اتقبض عليهم في المطار. ولقيتوا معاهم حاجه؟ ايوه يا فندم، وحرزناهم. اتكلموا؟ لسه يا فندم. دول اول الخيط، المهم عندي الراس الكبيره. تتقبض عليهم؟ مش ممكن، دي كارثه. عارفه يعني ايه كارثه؟ دي اول مره تحصل. اللي عايز اعرفه حاجه واحده بس، مش مهم عندي البضاعة، المهم مين قال لهم يرجعوا؟ يبقى في حد تاني عارف انا بعمل ايه؟ قصدك مهتدي؟ اكيد مهتدي بيردها لي، بس انا بقى هعرف ارد له القلم بمية قلم. اؤمري وانا عليا التنفيذ. تجيبي لي مدحت وفؤاد الليله دي وباي شكل. امرك. حلوه حلوه وجديده. ايه حلوه والنكته اللي انت قلتها لي دلوقتي؟ قولها تاني بقى. ولا انا مش حاجه. لا بس نكته حلوه قوي. حياتك ما قلت نكته. احنا بنضحك ليه؟ مش عرفني. تعرف تخيلي الشوكولاته اللي اديتها لنا زالي دي. نضحك قدام الزبائن. الاخ. ايوه ايوه مين؟ ايوه انا الباب سالي. ايوه يا فندم. انا ومدحت دلوقتي حالا. فين؟ باب حاضر. حاضر ايه؟ مدام سالي عايزه ايه؟ عايزة بقى الهالتين دلوقتي حالا. اروح على الكافيتيريا بقى. لا لا استنى انت، دي واحده انا هاجي لك. ها بعدين انت. ها هو في ايه؟ بقول لك ايه؟ انت لسه زعلانه مني؟ مالكش دعوه بيا، انا مش هكلمك تاني مره. ليه بس؟ انا اذنك، انا طالعه اوضتي. اعرف حضرتك جايبني هنا ليه؟ مش عارف، انا لقيت رجليا هي اللي جايباني دلوقتي هنا. طب تسمح نمشي علشان شكلنا كده مش ظريف. وكمان شكلك مش طبيعي. بالعكس، ده المكان شعيري جدا، وادي احنا واقفين بنحب بعض شويه. انت تعرف الحب؟ انت بتحب اللي قدامك وبس. طب اسمعي، انا مستعد ما اعرفش اي حد تاني غيرك. هو عينيك ازاي؟ اغمضهم خالص وما اشوفش اي حد. دماغي. الكاسات. لمين الكاسات دي؟ ليكي. انا طلبت ويسكي. ايوه طلبتي لما طلبنا البرتقال. اسكت انت، انا طلبت كوكولا. اسمعي يا ست، انت انا روحي بقت في مناخيري. ده تالت طلب تطلبيه وتغيريه وتطلعيني غلطان. جرسون احترم نفسك. انا محترم. شوفي انت ايه؟ انت قليل الادب. ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ابعد عني انت كمان.
حقك عليا. الحساب اللي بيننا. انا هبلغ اداره الفندق انهم يرفضوك، وهبلغ البوليس انك بدك تحكم عليا. تضربين بالقلم؟ انا تضربين بالقلم؟ انت عارفه كويس اني كاشفك، وعارفه كويس قوي ان انا مش جرسون، وبضيق الحبل على رقبتك عشان اخنقك، وعارفه اني بحبك بحبك. ازغرب من وكستي؟ ارى الصداقة على خبتي فيكو؟ ده مدحت ده عميته. انت سيادتك عايزه ايه مننا بالظبط؟ انا عايزه منه هو يروح امك. جاي ورايا عايز يخلص عليا. طيب انا وهو والزمن طويل. يخرب بيتك، هو انت؟ ايوه انا. عندك مانع؟ الله 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 الله. والحمار فاكر. وانت يا شاطرة بتحبيه يا روحي؟ والبيت تاني عينه من قريبتك؟ واخد بالك يا فاتن، هي كمان حست انك بتحبيني. وانت الصادق عرفت مفيش حاجة تستخبى على سوزي. بس اللي دوخني السبع دخات هو. انا عايز اعرف مين هو مدحت؟ هو جرسون فعلا في الاوتيل؟ ونورا، نورا دي بتشتغل ايه ومع مين وقاعده في الاوتيل بتعمل ايه؟ ها مش هتتكلم؟ مش هتتكلمي؟ انا هخليكوا تتكلموا بطريقتي. نورا هي اللي خطفت فؤاد. وايه مصلحتها في خطف فؤاد؟ المقصود بالخطف انا، فؤاد اتخطف غلط. الموضوع خرج من ايدينا لان البوليس خد خبر وبيحقق في الاوتيل. مع نورا؟ دي حربايه، دي زيبه هتعرف ازاي تتخلص منهم. يعني الواد اتخطف غلط، ده انا امه هرتني في التليفون. انا لازم ارجعه، لازم ارجعه. لا ارجوك يا مدحت ما تتهورش. ما تتهورش يعني؟ لا هتهرر قوي. ايه ايه يعني نورا دي؟ ده انا مدحت بقى نورا، هشغل الشويتين بتوعي، والله العظيم لو رزت للقتل هقتلها، بس فؤاد يرجع. ترى انت فين يا فؤاد وامك بتدور عليك؟ فؤاد مالوش ذنب عشان تخطفيه، الموضوع بينك وبين مدحت. انا اخطف فؤاد؟ دي فاتن بنت عمي مخطوفه معاه، انا شخصيا بلغت البوليس. ارجوك بلاش تضيع وقت، مدحت مصمم ينتقم منك، انا عارفاه مجنون ممكن يعمل اي حاجه. رجعي فؤاد واوادك اخلي مدحت يبطل طردك. ومدحت بيطاردني ليه بس؟ انا نفسي افهم هو بيعمل كده ليه؟ اللي اعرفه انك ست ذكيه، حتى البوليس بيعمل حسابك. انت كشفتيه وعايزه تخلصي منه. البوليس وكشفت وعايزه اخلص منه؟ ايه الحكايه؟ انتوا فاكريني ايه؟ ده انا كده برئيسه عصابه. هي دي الحقيقه اللي عارفها مدحت عنك؟ مش ممكن، انا هتجنن. اتفضلي يا انسه، هاجي بتاعتي اهي. مش معقول، يبقى في غلط كبير في الموضوع. عفاف، ممكن نساعد بعض عشان نوصل للحقيقه؟ اتفقنا، بس على شرط مدحت ما يعرفش اي حاجه لغايه ما نخلص الموضوع. اوكي. البوليس دخل اللوكاندا، لازم نهرب فورا. نورا عمرها طول قوي، الواد الكرسون اللي اسمه مدحت ده معاها، لازم نخلص منه عشان نعرف نستفرد بيها. طب ابو زيد؟ ابو زيد ده امره سهل، بيحب الفلوس، هاته معانا. انا خايف نكشف نفسنا ليه؟ اذا كانت هي كشفانا يبقى هو كمان كشفنا. نرمي له عظمة أكبر من اللي هي بتديها له، يجي معانا بسرعة. أقول له روح بلغه. بس ما بسش، الوقت هيسرقنا. أنا خايف. ما تخافش، بسرعة شوية، الوقت هيسرقنا. طيب. حاول تمسك أعصابك شوية. شوف بقى، ده أنا ما دخلت عندي المرة اللي فاتت وعملت اللي عملته أنا سامحتك وسبتي. أحب الراجل ما يسيبش حقه. من غير لف ودوران، فؤاد فين؟ ببساطة كده عايزني أقول لك، واحدة زيي أنا تسلم سلاحها لعدوها بالبساطة دي؟ يعني انا برضه مش هزعل منك، شكلك حلو قوي وانت عصبي.
انا هبلغ البوليس بكل المعلومات اللي عندي. تبلغ البوليس لمجرد الشك في انسانه؟ الراجل الذكي يعتمد على نفسه. مش قادر اتصرف معاك التصرف اللي نفسي اعمله، لان انا انت ايه يا مدى؟ حس انك كشفت ورقك ليا قدامك يوم، لو فؤاد ما رجعش هقتلك. مش هتقدر عشان انت كملي بتحبني. انت بنفسك اللي قلت كده، فاكر انت قلت ايه؟ احنا شبعانين قوي بس بنقدر الناس اللي بتشتغل معانا. وانا بشرفي اتحيرت على شوكه بيه لحد ما وافق انك تشتغل معانا. ايه؟ يا عم الناس اللي كنت بشتغل معاهم كانوا بيدوني 20%، كنت بتدوني 10%. ما تنساش شغلتنا اوسع. اوسع مين يابا؟ الالماس انا بكسبه انا، اللهم صل على النبي، بس اللي بيتعاكم بيروح في الكازوزه. انا هاخد 25%. اتفقنا. ايه؟ عم المافيا بيقولوا هم اللي ورا الالماس. بيدغدغوا الناس، هروح ابو نكلة، انا هاخد 30%. اتفقنا. مفيش. سيدك سناني. للدرجة دي يا سوزي؟ عشان ايه السكر ده كله؟ حمود هتفرس لو فلت من ايدي. ثابت مهتدي جامدة يا سوزي، انا بقول نبعد عنها. ابعد انت. لكن انا لا، انا لازم اجيبه هنا. حتى البنت اللي قلنا عليها فرسة كسبانة خطفها مننا. قصدك حبها؟ لا ما حبهاش. لما هقابله لوحدنا مش هيحبها. اللي كنت خايفه منه حصل. انت حبيتيه يا سوزي؟ اول راجل يقصى عليا. بقول نقتله بس بعيد عننا. لا ما نقتلوش، خساره في القتل بذمتك، مش خساره في القتل. مدام سوزي ايه في ايه؟ رجع هربت. ايه هربت؟ سالي البنت دي لازم نخلص منها. ادي يا ستي حقيقه شوكه اللي بتفضليه عليا. عرفتي ليه بقى كان بيتمحك فيكي؟ تصور البروطه ده كان فاهم انك رئيسه العصابه الثانيه. طب وانت رايك ايه؟ رايي ابن البلد اللي زي حالاتي لما يسلم قلب الواحده لازم يعرف هو يسلمه لمين ومع مين ورايح فين. نوره انا عرفت عنك كل حاجه، عرفت انت بنت مين واصلك ايه وجايه هنا ليه. طب وناوي تعمل ايه دلوقتي؟ اعمل اللي هيرشك بالميه انا هرشه بالدم. ابو زيد انت بتثق فيا؟ اثق مع كل اللي بتعمليه فيا والتمثيليات دي، عمري ما شكيت فيكي لحظه واحده. هو فعلا في رئيسه للعصابه، من شويه بس عرفتها. ومدحت كمان مش جرسون، مدحت كان فاكرني انا رئيسه العصابه. الله 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 الله، الواحد بقى عامل في وسط الخلق دي زي الكوره بيلقفوها لبعض. انت عليك شوكت، ما يبعدش عن عينك لحظه، رجلك على رجله وانا بقى عليا الباقي. بس ما اقدرش اسيبك لوحدك. ابو زيد. عيون ابو زيد. كلامي يتنفذ. يتنفذ. يعني بسك صعبان عليا. قفل صعبان عليك، دي حاجة تهمك؟ يعني صعبان عليا الجمال والحلاوة دي كلها يروحوا كده في ابو نجلة. هو انت ما عندكش حد يخاف عليكي ولا تخافي عليه؟ في حد في الدنيا اتولد من غير ما يكون له حد. الحد ده هو اللي كان السبب. لكن اعمل ايه؟ ربنا موجود. ربنا موجود. ربنا موجود؟ دلوقتي افتكرت ربنا؟ هو اللي بيعمل اللي انتوا بتعملوه ده كله؟
يفتكر ان ربنا موجود؟ غصب عني غصب عني، انا حاولت لكن ما لقيتش طريقه لده. طب اسمعي، انا مستعد اشوف لك شغلانه شريفه، ومستعد كمان احميك من سوزي. احميني من سوزي؟ سوزي جنوني، سوزي ممكن تعمل كل اللي يقف في سكتها. ده متهيألك كلها كام ساعه والبوليس يجي وتروح في 60 داهيه. طبعا هي حكايه خطيره دي هتعدي بالساهل، ده تلاقي دلوقتي الدنيا مقلوبه بره. اسمعي، ساعدينا ان احنا نخرج من هنا، وساعدها هتبقي انت الشاهده الوحيده على خطفنا. سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي، لسوزي تقتلني، دي تقتلني. لا لا لا، نسيبك ازاي؟ هناخدك معانا، يلا ما تضيعيش وقت، يلا. مستنيه اشوف هتعملي ايه. كان قلبي حاسس تبعيني عشان الكلاب دول. ماشي يا ناديه، ما حصلش حاجه، هو عايز علبه السجاير بس. سوزي بموت عينه وميت ودن، محدش يضحك عليا. مفاجأة مش على البال. مفاجأة ايه؟ لحظة واحدة، اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. متشكرة قوي، متشكرة. اتفضل يا عفاف. خير؟ وانا قاعدة في انتظارك في الكافيتيريا لقيت واحدة بتسأل على مدحت الجرسون، يظهر انه مش موجود، وبحسيت الصحفية سألتها عايزاه ليه؟ قالت لي عايزاه في موضوع مهم، هو أول واحد اسمها نورة. قلتي طبعا يبقى الموضوع فيه إنا. أنا عايزة أفهم إيه الموضوع بالظبط؟ أصل الموضوع بالظبط أنا جاية أنقذ 2 أبرياء خطفتهم سوزي. هي مفاتن وفؤاد. أيوه، أنا عرفت إنهم يعرفوا واحد اسمه مدحت جرسون هنا في الأوتيل، أو واحدة اسمها نورة برضه في الأوتيل. يعني سوزي هي رئيسة العصابة اللي ضيعت حياتي. أنا ده أنا لازم آخد بطاري منها، أنا وكل البنات اللي بتشردهم في الشوارع وبتسفرهم من بلد لبلد. البوليس هياخد لك بطارك انت وكل البنات. لا، انا مش عايزه حاجه من البوليس، انا اللي هاخد طاري بايدي. دي ياما ضربتني، ياما سفرتني وانا في عز عيايا، دي كانت السبب في موت امي. اسمعي. اسمي رجاء. انت طبعا عارفه مكان سوزي. طبعا عارفاها، دي في مكان ولا القلعه. ولا يهمك، انا عايزاكي تودينا هناك، وفي الطريق هقول لكم هنعمل ايه. طب يلا. نورة راحت فين يا ابو زيد؟ ما انا لما رجعت ما لقيتهاش في اللوكندا افتكرتها خرجت معاك. لا هي دي جابت اهو. يا سيدي ما تشخطش فيا، وانا ما هي جايه هتروح فين؟ واحنا مش هنخلص عليها ولا ايه؟ مش دلوقتي، لما نخلص على الولد الالفوت اللي بينجيها كل مره ده. عطيه تحت امر سيادتك يا شوكت بيه. اسمع، بعد ما يخرج ويخلص ورديته خليهم يتصرفوا. حاضر. شاي. اهلا اهلا يا سيد مدحت. ايه يا ولد؟ ايه يا ولد؟ انا اسف. اهلا بك يا فندم. انا تعرف انك انت بتوحشني لما ما بشوفكش يا عزيزي. متشكر قوي يا فندم. اسمع. ايوه. انت ما شفتش مدام نوره راحت فين يا بابا؟ انا ما شفتش، بس اعتقد ابو زيد بيه يعرف. يا ده ابو زيد بيه. هي الشغله انتوا هتغنوها، ابو زيد بيه ما يعرفش حاجه. هو في حد يعرف عنها قدك يا سيد مدحت؟ عموما هنتقابل وقت تاني. معناه ايه الكلام ده يا فندم؟ اتفضل، مع السلامه. يلا. بقولك ايه؟ صحيح انت عمينا وتجرسنا في الكار ده، بس اللي بتعمله ده هيضيعنا، وهنبقى كانك يا ابو زيد ما غازيت. اطمن، كل شيء هيبقى تمام. شكرا شكرا شكرا. ها يا سياده المدير، مفيش اخبار عن فاتن وفؤاد؟ البوليس بيقول اطمن.
انا يا عبد العال متعال 20 سنه خدمه في الاوتيلات، على اخر الزمن اتخطف مني زبون وجرسون. ولسه يا فندم. ولسه ايه تاني؟ ما سمعت الاوتيل بقت زفت والحمد لله. الحمد لله. احنا كنا فين؟ اتفضل يا فندم اتفضل شوف شغلك. حاضر. سوزي قبضت، انت كلمتي عفاف؟ سوزي رئيسة العصابة الحقيقية، لازم نخلص نورا. يا نهار ابيض. مش مصدقني؟ تعالى معايا وانا اثبت لك كلامي. طب انا هروح اغير هدوم واجي لك، امسكي دي. رجاء ومصيرها تعرف زمان الكلاب بتتعشى بيها هي وصاحبتنا، اما انتوا هخليكوا تندموا على اليوم اللي اتولدتوا فيه. واولهم انت يا ست الحسن والجمال. انت مجرمه مجرمه، انت فاكره نفسك مين ولا عايشه فين؟ خرسي انا هعرفك انا ابقى مين. انت حقيره حقيرة ولا تسمي. أنا هعرفك إذا كنت أسوأ ولا لأ، لأن الكلاب تقطعك حتت. سيبيها يا مجرمة. صعبانة عليكي؟ أنا هخلي حبيب القلب يتفرج عليكي والكلاب بتقزقز في عظمك. سالي هاتي كرباك. أنا مش شايفة سوزي هي اللي بتتكلم قدامي، أنا شايفة الست المغلولة اللي جواك هي اللي بتتكلم. اهدي شوية يا سوزي، اهدي عشان نعرف نتصرف. نورا ملهاش ذنب إن مدحت حبها وما حبكيش. لما يجي لازم يلاقيها ميتة عشان يعرف إنه اختار غلط. أنا زي ما أكون بحلم دلوقتي، بس ابتديت افتح عيني على حاجات عملتها سوزي عماني عنها شك في نورا. قصدك حبك لنورا؟ اطمئن هي كمان بتحبك. صحيح يا عفاف. بالذمة انا عندي دم، وانا كمان اللي بقول لك. عفاف احنا دلوقتي اخوات. ما هو ده اللي رايكوا. مدحت انا خايفه عليهم من سوزي. وانا كمان. صار في عربية بتطاردنا. بحاول اهرب منهم من بدري، مش عارفة مصممين على المطاردة. طب اسمع، خش في اي شارع يقابلك. فؤاد، هي الدنيا هو كده ليه؟ ده محدش سمع لهم صوت خالص. يا ترى ناويين لنا على ايه؟ تقريبا الفجر يا رب يطلع. ليه نهمهم اللي عملوه فينا؟ المهم دلوقتي نحاول نفك نفسنا قبل النهار ما يطلع. ها؟ يلا. Thank you.
اخيرا وقعت في ايدي. كنت عايز تعرف مين ملكه الشطرنج؟ انا سوزي. الا اخبار مهتدي ايه؟ كويس وبيسلم عليك. فين هورا يا سوزي؟ فين هورا يا سوزي؟ عايز منها ايه؟ نورا جت في السكه غلط. نورا ملهاش دعوه باللعبه دي، جت في طريقنا غلط. مهجه هاتي نورا. منور يا محمود بيه. فين مهتدي؟ مين مهتدي؟ في حد في الدنيا هيبقى اسمه مهتدي؟ انا مهتدي. شوكت شوكت ومهتدي شخص واحد. اهلا يا شوكت بيه. اهلا. كلام كتير بيني وبينك وعايزين نكون لوحدنا فيه. تحت امرك يا شوكة بيه. مش في مصمت يا كلوك دول. انا مش ابو زيد. عقيد مجدي كامل مباحث الجنائيه. مباحث شوكه مهتدي وانت مباحث؟ امال انا مين؟ ما تقول يا محمود بيه. كله تمام، القوه تتحرك.